وقت ضيق جدا يوسف الا شوي. اوه والله معك تفضل. فريق متعب، فريق متعب ويوسف ايوه، وفريق وليد وهاني يلا. معلش فريقهم يعني من ازرق اخضر، ازرق اخضر. ليش الطقم هذا؟ ايش الفريق اللي يلعب لون الطقم حقه ازرق؟ ما ادري، خلني اسامي تفضل. انا الان في مسؤول ما اقدر اذب لونين، ذبيت بس الان القمنبه حقتي ما اشتغلت. يلا طيب بسم الله. المسابقه سهله جدا بس يبغى لها استحضار سريع. ايش رايكم نخلي الجمهور فريق ثالث ولا لا؟ لا فريق ثالث الجمهور، بالعكس انا احب اخوض التحديات ضد الجمهور. بالله يا اعداد، بالله دق على صالح وشمره قل له لا يجون، ترى مستانسين. طيب شف، انتم فريق حلو وانتم فريق والجمهور فريق حلو. أبطرح السؤال عليكم حلو إيه؟ زين بالله يخدمونا بميقاتي كذا على الشاشه. أبشر. خلينا احنا ما نجاوب الا بعد 10 ثواني عشان تعطي الجمهور. لا 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 تبدون بالاجابه، بس لو واحد الجمهور جاب قبلكم بيصير فايز هو. حلو اسرع، الاسرع هو. كم جايز وانتم نفس الشيء اللي جاوب اول واحد. اليوم برنامج اليوم نصنع كم يا عيال؟ اتوقع 25. 25 لا وش 25؟ طيب جدك. الموضوع كالتالي 25 الموضوع كالتالي شباب. انا بعطيك زين المسابقه فكرتها اجيب لك كلمه حلو، اجيب لك اسم حيوان حلو، ابغاك تجيبها من اربع اشياء، من القران والسنه زين ومثل مثل او حكمه. لعبتي انا ومتعب. لا والله لعبه الجماعه هنا. لا لا بنفوز عليهم. ما عليك، قران سنه شعر مثل او حكمه، من اربع اشياء. اربع نجيبها؟ ايوه دقيقه عشان ننبه. القران تعطيني لو الشاهد ما يمنع، السنه كذلك، الشعر شعبي او فصحى، والاخير مثل او حكمه. منين تجيب مسابقاتك يا ابو عمر؟ بعدين علمك كيف تفكر. والله حلو زين، والجمهور حيشارك معنا. زين نبدا بالكلمه الاولى بس الآن. دقيقه عندي سؤال من فضلك. تفضل. الحين الجمهور لما يجي واحد يشارك، يشارك في الاربع نقاط هذه كلها في تغريده الأربع. واحده لازم الاربع تغريده واحده. ايوه اجل الكتابه يعني القول اسرع اقل وقصر خلاص يعني اذا اكتملت الاجابات من الجمهور مختلف ترى. اوكي اوكي فهمت. يلا بسم الله. بسم الله يا اخي رائع. اول شيء، اول شيء جاهزين انتم؟ ايوه تفضل. طبعا ما ادري هل يحتاج ميقاتي ولا لا؟ ما يحتاج. يحتاج من عندنا يعني مثلا من عندنا. ايوه 30 ثانيه لا 40 ثانيه. 40 ثانيه عندكم؟ 40 ثانيه سفري لو تقدروا الشباب يستاهلون قهوه عشان صح. يلا نبدا هنا نجيب له. يلا نبدا. يلا كلمه او حيوان الله يكرمكم. الابل. ابدا. الابل من القران بسرعه. من القرآن. أي شاهد قرآني فيه الإبل؟ ألم ترى إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا أفلا يلا أفلا ينظر. السنة. السنة أربعين لازم الإبل. النواظر. حمر النعم. حمر النعم. حمر النعم قاعد يا جماعة لا ترى حمر النعم. الشعر. الشعر يوم إني شفت الإبل من جماتي يلا كاد القلب يخرج من حناتي. حناتي من لهاتي القلب يدخل. باقي لك وقت ترى بسرعه. عطني مثل او حكمه. الشعر ما جبتوه. اي مثل يحقد حقد الجمل. احقدوا من احقدوا من. باقي لك الان الشعر. شعر ما جبتوه. قلت له من حناتي ترى من 40 درجه الان انتهى الوقت 30 درجه لكم. فلا شعر شعر. تمام داني اشوف الجمهور بس ساعدونا شباب في الكنترول. يا اخي هذه الاسئله توتر. نعم لا تطلب السرعه. هذه طريقتها التوتر يقودها التوتر. الناس كالابن المئة صحيح لا تكاد تجد فيها راحله. راحله لكن يلا لا تطرح الجمكات سكاكين. زيدونا من الايات. طيب في الابل. افلا ينظرون الى الابل ومن الابل الخيل والبغال. نعم ايوه في الـ في الـ في الانعام. في الانعام في شحومهما. ايوه طيب شغيره سنه خير من حمر النعم قلنا انا. يلا شيخ حتى ولا جاء في دقيقه هذاك جحر ضب الله يجزاك خير. لا 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 يقصد في بعير خياط. في سم الخياط. ايوه ايوه طيب شفت اني ذكي. زيدونا برضو شعر. هذا مو بحديث مثلا. الشعر اذا طاح الجمل كثرت سكاكينا. سكاكينا سكاكينا ناقتي توها تجي. لا 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 انت كان لو قلتها يا ابو عبد الله كان خدت 40. قلت رفض الابل. لا لا اي شيء يدل. لا لا اي شيء يدل. اي شيء يدل. ما شرح. ما شرح لنا الاعداد المسابقه. هو ما صار معك سالم جرال مو بعد. والله نعم ابو عبد. قلت الناقه الابل او ما شابه الحين السحم. انا ودي اشوف الجمهور ايش قال. يا بسم الله. طيب ايش هذا؟ يا عيال حر اليوم ولا؟ بسم الله. هذه أم جوري.
طيب طيب خلاص هنا جابوا برضه فلا ينظروا للإبلين فازوا علينا فازوا علينا خلاص عموما 30 من 40 الآن الجولة عند فريق نعم لك تعبني صراحة ليه؟ أزرق وأخضر والله متعوب طقم الثانوي المتوسط ثانوي متوسط مرايب يلا مرايب مشرفة الساحة انبسطت يا يوسف الله يهديك الله يهديك يا يوسف تجيب لنا الكلام الله يهديك يلا بسم الله الثاني الآن الخيل الخيل والليل والبيداء تعرفني هذا شعر والخيل والخيل والبغال والحمير الخيل تلحق تالي مثل الآن بس باقي لكم شعر باقي حديث باقي حديث 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 السنة وقت 30 ثانية اللهم صل على محمد ايوه ايوه فكر اعصر مخك ايوه تحس الدعوة لعب جاي مصنع تمشي انت وياه اشتغل زي الناس شعر الخير معقود في نواصي الخير الله عليك يا سلام لا 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 40 الجولة الأولى واحد باب القرآن الخيل والبغال طيب الحين خلنا خبرة خبرة خلنا دراسة زيدونا طيب زيدونا من اللي الخيل برو يلا والخيل اللي لا من بغت رعيها تلحق ورا الفرس والناس تأويها وش فيك يا قلبي على الناس ما عندك صدقت لو تشارك في شاعر المليون بيرجمونك عند مطار الشارقة هناك ليه أبو عمر همشي الوزن القافي لا مو أهم شيء ترى اللي كذا يسوي كذا يقول شعر ها يجيب صح ولا لا يقول صح. اما يقول وتالي اهم شيء اسرع اجابه انت اللي قبل شيء اللي قبل شيء حقت لبل بلا ما اقنعتك ايوه احسك اقتنعت تاويها تاويها فيها فيها شوي شيء صدقت طمنده فيها ريحه شوي خلاص لكن هنا يقول انوار تقول القران والخيل المسومه الله والسنه الخيل معقود في نواصيها الخير الخير الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم الشعر الخيل والليل والبيداء اللي قلتوها صح؟ طيب وهنا دجت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت متفق عليه شف الثقافة شف الشغل وبرضو مشاركات مشاركات ما شاء الله ما شاء الله طيب الآن السؤال عندكم الآن يلا احنا متقدمين نعم أنا قاعد أقرأ نشوف الجمهور صدق فاز علينا أن يعني الحيوان اللي بعده الفايز هو اللي يختار المكان يختار اللون والفنيلة ويبدأ يسحب أول صندوق يعني أنا أقول لا تختار اللون والمكان لا أول صندوق فيسحبه أنا راعي المسابقة صح؟ اللي فايز يختار منه مدير المصنع أنت مالك دخل أنت ايش قاعد اسوي ابيع ابيع مساويك لا 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 معلش انا اليوم عندي سياسه ابو علي انا اعترض الكلام هذا علينا كوفي عنان وش سياسه انت شفت طيب بعدين تعال وش ايش شو يوم انتهى ايش قال قال يلا الحيوان اللي بعده ايش ايش الحيوان ايش تقصد علي ايش تقصد ما بعد شفت مش هو حيوان الكلب خش والله هذا ما ينفعك يلا بسرعه الكلب وش الكلب لا لا يقولون ثلاثة من رابعهم كلبهم طيب حلو يلا السنة هذا القرآن السنة لعق الكلب على الإناء الإناء بغي بسبع إيه بغي سقط إحداهن بالتراب يا سلام إحدى طيب حلو يلا الشعر أو الشعر من يبي شعر لا خل الشعر مثل أو حكمة الشعر عند يوسف أنت عطنا المثل الشعر القافة تسير والكلاب تنبح الله عليك أشر عطنا الآن السنة لا شعر شعر هذا شعر شعر الذيب لو هو ذيب يدرع في الذياب ولا الكلاب السامة ترد تلحق هلا يا ولد كلاب السامة نعم كلاب مسعورة سامة ليتني ألقى رفيقي مثل وفاة الكلاب ليش نلقى رفيقي مثل وفاة الكلاب أنت كالكلبي في حفاظك في وفاء في وفاء كالتيسي في قراءة الخطوط كم أخذنا يا طيب عموما 40 لا 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 لعبة الشعر هذا شعر؟ ايوه ايوه اللي ساري الليل شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول ريهام علموا هذا عمر الخطاب علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل على الخيل اللي قبل شوي ها طيب لكن هنا برضو جابوا العاديات ضبحة الخيل من خيال هذا الخيل الخيل ما زلنا طيب يقول حلوة الفقرة بس صعبة كأنها اختبار هذا يعني ايش اجيب سهل اغششهم يعني ما في هو لانه واقعين تحت هذول عمال مثقفين لازم يشتغلوا صح لانه واقعين تحت ضغط الاختبارات توهم راجعين من اجازة المفروض يكونون لا تقعون لا تقعون تحت ضغط الاختبارات لا تقعون طيب هنا يقول اوفى من الكلب ام عمر هذا مثل معروف والحديث اذا ولغ الكلب
تعبتنا يوسف والجمهور يصححوا لك تعبت الناس الحين ما بعد الحين ما بعد تفتر الشعر يوسف قال فينا احدكم يعني وضح الحديث بس باقي بيت الشعر يا اخي ام جوري تقول من القران وكلبهم باسط ذراعي من السنه اذا ولغ الكلب من الشعر ما عرفت الكلب يوفي ولا ادم يخونون يا ليتهم كانوا كلابا في عيوني عيوني يا عيوني هذه مشاركه لمياء من الهاشتاج الكلب ايش فيك تغيرت نظرتك انت بتقول الشعر فخفت ادها ده حلو أدها بطريقة جميلة طيب أو شو الكلب خلاص يوفي. نطلع من موضوع المشاركة فيه مشاركات حلوة وانتم كرامة يا جماعة معلش عذرونا نتغدى 40 تو رأيتك في المنام تلوك عظما فإن صدق المنام فأنت كلبه أو هو كلب ها طيب الآن عندكم هذا من الأبيات ركزوا زين يلا يلا خلنا نشوف أها النحل يلا قرآن وننزل لا ومن النحل حق البيوت ومن سابقة قوية لا لا ما تتكلم النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ايوه أوحى ربك إلى النحل طيب يلا السنة السنة يا نحلة ما أبغى لا تقرصين ولا أبغى عسلك هذا السنة هذا مثل 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 هذا منين توك باقي السنة أو السنة شعر وليد المثل توك انتجته 10 ثواني المسلم كالنحلة ها لا هذيك النخلة. النخلة. شيل نقطة تجيب العيد. الله لا. إيش؟ واضح. سوت نفس طريقتي تمشي. إن في النحلة عسل يروي الظمآن يا صديقي. هذه بكرة. هيا بنا. الصباح يقلها. بيت هذا بيت. هذا بيت شعري قلت أنا. طيب وش عطنا؟ هيا بنا يا صديقي كالنحل ننسى الأصدقاء. هذا جبنا 20 أنا. 20 عدد هذول. 20 ترى. الفائز. 1-1. إحنا 70. جولة. لا لا مجموعة. لا لا ما أخذ مجموعة. ليه مو ذهب وياب. لا لا مو بتراكمي. كل واحدة الحال. أوكي. هذه طريقتي. أبو عمر. ولد الحماس يا أبو عمر. طيب الحين يقول. مدرسة الفلسفة الإسبانية. ممكن. ممكن. الجمهور إيش يقول على النحل. أبو عمر. ممكن يطلع من قناة الطبيعة بس شوي. شلون؟ الحين بعد اغير كلك داري الجمهور ايش يقول على النحل لم يتقول ما يتوب النحل من قطف الرحيق الله ولا يعيب الورد لو كثر النحل باي وبالنهايه كل حي وله رفيق ينعرف طيب الزهور من العسل امان انا ما جبت في القصيده اصدقاء لا الا قلت اصدقاء بس وش قلت انت اعداء هذه مو النحل حديث شوف هنا عن عبد الله بن عمرو قال هذه اوراد عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النخلة لا كمثل النحلة أكل طيبا ووضع طيبا ووقع فلم تكسر ولم تفسد بس ما أدري الحديث صحته ما أدري والله شوفوا أن صحته يا جمهورنا الكرام أنا حين أطلع إذا طلع الحديث صحيح فهاني جابها ترى إنصاف تقول حلوة طيب برضو إحنا فايزين أنتم جبتوا 20 إحنا 40 إحنا 40 شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم ميساة تقول عليكم بالشفائين العسل والقرآن هذا قالت العسل ما قالت نحل يا نحلة سقينا من العسل ايش هذا لا انا قلت مثلا يا نحلة لا تقصيني وما ابغى اسقي في الثانية ذيك اللي يقول يا نحلة صبي صبي ايوه من اجيب انت صب عسل انا ودي امشي معك السيارة اشوف ايش تسمع السي دي حقك ولا اللي رشيد اطفال الحديث صحيح يا شيخ والله اذا جبنا نحلة 30 ونحن 40 30 الحديث رواه ما شاء الله ما شاء الله إجابات صحيحة وكثيرة الآن ننتقل من انتهت المسابقة طبعا الحديث في صحيح ابن حبان والمعجم الكبير للطبراني كم جاء مسابقة والله حسنه الأرنوب ايش الحين ما شاء الله قبل قبل يطرح السؤال هو الآن حنخش على المأكولات والأغذية والمشروبات يلا زين يلا التمر التمر أو الرطب أو أي شيء يلا قرآن سنة التمر مفيد من اكثر نفس اللعبه لعبه ذي نفس اللعبه الاسودان التمر والماء حديث ايش الحديث الحديث فيما معناه ان اللي يقوم ياكل 7 تمرات الى اخر الحديث عشان ما طيب انت فكر ايوه كان طعامه الاسودان طيب ايش بك تعقد علي القران بسرعه الوقت القران ايوه ايش بك ايوه وتهز عليك جدع النخله ساقط عليك رطب رطبا جنيا يا سلام ايجاز الشعر الشعر لا لا الشعر اخر شيء الشعر عندي خل خل الشعر اضبط يا يوسف مثل 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 رطب مثل المثل مثل رضاح العبس
مثل ايوه تمر الضاحل عبس مسابقه تمر الضاحل عبس عطنا الشعر الوقت الشعر التمر يا تايم اوفر انت الوقت قصيده نسمع الابيات قصيده طيب يلا يوسف يلا يوسف والتمر يا اخوك يجهز المنطوق منطوق مهوب جاء علشانك والله يصبر الصدى حصافه الصدى والله احس قناه المجد خسرت شوي من الصدى في الشاهد اصبر اصبر خلي يطلع رزق الله نعم يعني يطلع من ورانا اشياء يعني أتنى. اذا انت ماشي شفت قدامك شجره اكيد انه بينتج لك سكري تمر 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 قافيه يا اخوك لا تصادق واحد طعمه مر الله يقع اخوك غير اخوك يا اخوك غير الى اخر القصيده والله طيب تلال تقول حسبتها ولا لا؟ لا 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 انت 30 بس يوسف 20 دقيقه دقيقه عشانك ما اجزتها ولا عشان خارج الوقت لا 20 يوسف الوقت منتهي من زمان اصلا ها قصيده نهايه البرنامج عندك ان شاء الله باذن الله والله يصلي شر دقيقه ابو عمر نعم يا ابوي مصنع بالنسبه للقصيده بس انا يهمني موضوع انا ما يهمني موضوع الدرجه هل انت ما اجزتها ان ما اخذتنا 10 درجات ولا خارج الوقت شوف هي خارج الوقت خلاص 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 عادي ها وانا ما اجزتها ابوها بعد اوه يلا تلات تقول خلك مثل النحله ما تقع الا على طيب احنا نبغى التمر خلينا النحله